أخرج من عقلك أحسن السماء. أخرج من عقلك أحسن السماء. كنت من عقلك أسفل السماء وبأقداحك أكتاف رؤوسي. أيها الشاب الفواح في كل مكان، يا موكب المعلمين، على حشاة موائدك تقتات الأجيال، ومن منهلك وعلى منهلك العبد يتزاحم القصار. موكب المعلمين، الموكب البهيج، ها هم المعلمون يدخلون في الموكب البهيج، يدخلون كأسراب الحمام، يعبرون كاللوز كالدحنون مع موكب المعلمين. المدير العام لمدارس العلوم الدكتور مصطفى عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعطى فأجزل ومنح فأوفى، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير النبي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه وبعد. فطوفة الدكتور أحمد العياصر حفظه الله ورعاه، أصحاب السعادة والسيادة والعفوفة، أيها الأهل والأصدقاء، أبنائي، أحبائي الخريجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في هذا اليوم، في هذا اليوم الذي تتجدد فيه نتائج العمل وتنتظم فرائض العقد الجميل في مدارس النظام نحو غد مشرق وفضاء واعد تكون معاداة مخرجينا الواعدين. هو يوم أظهر كيف لا، وهو في أعقاب يوم الاستقلال الذي ما يزال عبق أريزه يفوح من شذى جلالة قائد الوطن الذي شرف به هذا المكان بالأمس. ضيفنا شاب من رجالات هذا الوطن، نظر نفسه لخدمة وطنه وأمته، بدأ معلما ومشرفا للفيزياء، تربوي مخضرا، مدير تربية ومدير لإدارة التعليم العام، واستقر به المقام أمينا عاما لوزارة التربية والتعليم. عرفته يطيل ليله بنهاره من أجل خدمة أبناء وطن يحبه ويفاخر بحكمة مليكه وسداد رأيه على الدوام. إنه راعي حفلنا وقوفة الدكتور أحمد العياصر. تسمحوا لي باسمي واسمكم جميعا أن نتوجه إلى عطوفته بالشكر والتقدير لتشريفه حفلنا ورعايته الكريمة. اليوم كل الأيادي تستشرف ورود مستقبلها الجميل، اليوم كل العيون، كل العيون تبتسم لقادم الأيام عطاءً تدفقاً وشباباً مشرقين. اليوم تنطلق الزغاريد من الحناجر والابتهالات من القلوب، شكراً لله تعالى أن أعان على اجتياز مرحلة من مراحل التقدم، ودعوا أصوات الخريجين بالهتاف وحناجر المنشدين بالنسيج. إنها الفرحة تغمر القلوب وتبعث فيها القفص كطائر يحلق بجناحيه نحو الذرى والآفاق. ولأنها النظم مصنع الإبداع، حاضنة الكواكب السابحة في سماء الوطن الجميل، لأنها النظم انتظمت فيها عقول الشباب الواعي وتناهت مع نخبة متميزة من المدرسين والمدرسات، يعرفهم هذا الوطن تماما عطاء متدفقا تجديدا وانبعاث حياة. إنها النظم التي استوعبت أفضل الخبرات وتعهدت أفضل الطلبة بالرعاية في الجوانب الأكاديمية والثقافية والفنية، فصارت في سمع الأردن أغنية جميلة وفي عيونه وميض أمل براء. وما يزال عطاؤنا بإذن الله وقادا وفيرا، وسيبقى كذلك ما دام يجري في عروقنا الدم والهواء. نعرف روح العلم، نزرع دراسة التالق، نرفع راية الوطن فوق كل الربا والفلوات. نؤمن بالأردن تاريخا حاضرا مستقبلا، نحبه قيادة، نحبه شعبا، نحبه أرضا وهواء، ماء وثبا. وبرموز العيون، وبرموز العيون نسيده، نطلق دق قلوبنا مدافعة المحب إيمانا وشوقا وتحيانا. خطوبة الدكتور راعي حفلنا الكريم. أيها الأهل، أيها الأهل العشيرة،
الأحبة رسول الله، إنه ليوم عيد لكم ترون فيه ثمار جهودكم قد أينعت وزهوركم قد تفتحت، فلذات الأكباد يزدري بهم المكان. فهنيئا لكم وبورك لكم حصادكم، حصاد الخير والبركات. أما أنتم أحبائي أبنائي أيها الخريجون، أنتم يا نبض الغد وجناه الذي غرسناه بأكاب عيوننا وآمالنا الكبار، لا نودعكم اليوم ولكننا نضم أيدينا وقلوبنا إلى أيديكم وقلوبكم من أجل بناء جديد، نعلي معا طرح النماء والعطاء والتجديد، نرسم معا فوق جبين هذا الوطن أجمل اللوحات، وننقص على جدرانه أحلى الزخرفات، ليظل داهيا حصينا منيعا بأبنائه وبناته وعلمه وحضارته العريقة الشماء. ليظل هذا الوطن الصغير حجمه، العظيم فعله، الفتة قيادته، نجما يتلألأ في سماء العلم والإبداع. وستبقى النظم، وستبقى النظم على الدوام، الحطة الدافئة لكم والمرتع الخصم والموئل الجميل. أحبائي أسردوا الخيول وانططوا الصهوات، وأذنوا للحداثة المسير إلى الغد المسرف الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأستاذ يوسف سيوان يصرح قران النظم: بأشرقي أشرقي يا درة النظم، واصعدي كي تبلغي أعلى القمم، فمعا قران.